اخبار اليوم. 10 رمضان من 1 2 عبد الله السعيد بيلعب ون تو تاخر فيها رمضان صبحي وجول جول رمضان صبحي اتعمل ون تو حلو قوي مع عبد الله السعيد بيجيب جول رمضان صبحي في الدقيقه 13 من عمر الشوط الاول اتعملت حلوه 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 من عبد الله السعيد رغم ان اتاخر سنه شويه لكن حلوه 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 جول جول عمرو جمال اتعملت حلوه حلوه عمرو جمال وتمريره ولا اروع من كده من حسام عاشور في الهدفين والمقصه 2-1 مع الزمالك. ادي مره ثانيه مشيت مع السلي عدى الراجل ممكن يجيب جول هدف اول للسلي. السلي بيجيب جول في الدقيقه 77 خطه فهد عبد الله السعيد عملها حلو قوي. ادي باسم علي ادي باسم علي عرضيه باسم علي هو